أهلا بكم. الأزمة الروسية الأوكرانية والممتدة منذ أواخر فبراير الماضي ما زالت تلقي بتداعياتها وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمي، حيث أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية ودفعت بأسعار الغذاء والوقود والأسمدة إلى مستويات قياسية، ما ينبئ بأزمة غذاء عالمية قادمة. تجددت التحذيرات مؤخرا بشأنها، فبحسب تقرير الأمم المتحدة يتجه العالم اليوم نحو مجاعة تهدد 276 مليون شخص. فمنذ 24 من فبراير وحتى الآن ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية بنحو 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما لا تزال أوروبا تضغط بورقة العقوبات على روسيا، والتي بدورها تهدد بأسلحة الغاز والحبوب خصوصا القمح. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو كشفت أنه من المتوقع أن تنفق البلدان 1.8 تريليون دولار على استيراد المواد الغذائية في 2022، حيث ستمثل تلك الفاتورة رقما قياسيا عالميا جديدا، مشيرة إلى أن الدول ستتلقى طعاما أقل وليس أكثر مقابل هذا المبلغ. وتوازيا مع تلك الفاتورة المفزعة على واقع الأزمة الروسية الأوكرانية، قدر برنامج الأغذية العالمي أن الآثار المتتالية للأزمة يمكن أن تزيد عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد بمقدار 47 مليون شخص في عام 2022. الجانبان برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الفاو وفي تقرير مشترك حول بؤر الجوع الساخنة أصدرا تحذيرا مبكرا لاتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة في 20 بؤرة جوع ساخنة من المتوقع أن تتفاقم الأزمة بها في الفترة بين يونيو وسبتمبر لعام 2022. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فحذر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة بأكثر من الضعف في العالم ما لم تتوقف الحرب في أوكرانيا لتقترب من مستويات قياسية، مؤكدا أن تأثير الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل خطير ويتصارع. فيما تستعر المعارك على الأرض شرقي أوكرانيا، كرر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي التحذير من أن العالم سيواجه مجاعة ونقصا في الغذاء إن لم ترفع القوات الروسية الحصار عن الموانئ المطلة على البحر الأسود وفق تعبيره. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا بشأن التحذيرات من اقتراب العالم من أزمة غذائية ومجاعة بنهاية 2022 مع استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وما أسفرت عنه من حدوث تضخم عالمي ونقص في الغذاء. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.